واشنطن تفرض عقوبات على منفذ مجزرة التضامن أمجد يوسف لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. مظاهرة في مدينة الباب شرقية حلب للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والأمنية. الإرهابي بشار يزور روسيا منتصف الشهر الحالي والكريملين معلقا، سنعلن عنها في الوقت المناسب. جيش سوريا الحرة يضبط شحنة مخدرات في منطقة التنف جنوب سوريا كانت متوجهة إلى الأردن ودول الخليج. الملكي الأردني يتهم ميليشيات مدعومة من إيران بتهريب المخدرات ويطلب عون واشنطن في منعها. وفاة شاب عشريني تحت التعذيب في سجون قسد عقب 3 سنوات من الاعتقال. عاصفة هوائية تزيد معاناة النازحين شمال غربي سوريا وتقتلع الخيام وسط تضرر أكثر من 8 مخيمات في المنطقة. حكومة النظام ترفع أسعار الكعك والصمون والخبز السياحي بدمشق. الليرة السورية تتراجع وتسجل 7475 أمام الدولار و 7955 مقابل اليورو. 60 نبضة. أخبار شام.